أعزائي المشاهدين، كما شاهدنا في القضية لحلقتنا لهذا اليوم، مخفي صغير، أما المخفين الكبار فكثيرين. المعتقلين معروف من أماكنهم، أما المخفي لهذه اللحظة لا يعرف مكانهم ومصيرهم. الجدران تتكلم، والآنيين من الأسر الله لا وراكم. تعالوا مع بعض نشاهد إحدى القصص العجيبة للمخفي رفعت، شاهدوا. رفعت هزاع حكاية، كمن يقال عنه خرج ولم يعد. فبجانب ساحة التغيير بتعز، ذهب لمحله الصغير ليبدأ يومه الجديد برزق يعول به أسرته الصغيرة ويكفيهم ذل السؤال. اختفى رفعت ولم يتبقى منه غير صورته التي تحملها أمه وتذرف دموعها عليها. لم يكن رفعت فقط الابن البار، بل قلب أمه وعمود البيت التي تتكئ عليه أسرته وتصارع رياح الحياة. رفعت كان شاقي على خواته وأمه وأبوه وأخواته اثنين صغار، خلاص اختفى علينا العذرين أنا. حيرة وألم وقلب مكلوم لأم رفعت، وسؤال يتكرر: أين ابني؟ أين ابني؟ أنا أقول إن بقلبي إنه اختفي إنه مسجون، منه شو يكون مسجون؟ أشتي بلغوني معلوه، ما اختفي معلوه. الأم السياسي والأم القومي وسجوا حق اسمه ذا حق. سجنونا مركزي، سجن مركزي تعز، يبلغوني إلى هو بوشي على ابني أنا مسلم عليه ما بعله. رائحة رفعت وثيابه وصورته هي المعاناة التي تكابدها أمه في كل لحظة تعيشها بعيدة عنه، ولا تطيق الحياة حياة بدونه. كل ما أسري ثيابه العقدر يلفوني من القاع، أجلس لما خلاص أدخل بغيبوبة، أدخل بغيبوبة لا أقدر أستقي، لا أسكو أي حاجة من حقه، لا أقدر أرد روحي، لا أسك صورته أزعق ما أنت ببيت، لا أقدر إلا لفوني من القاع، دي ظلمني الله يظلمني، دي آخر نكة وغطي ابني. شكروا الله، شكروا الله ما أغلبني يغطي ابني من دقاهي وما شاقي عليا. أذكر صوته وأذكر قزعته وأذكر هداره وأذكر كل شيء له. روح معلقة وقلب معلق لأم ترى ابنها في حلمها وتأمل أن تراه أمام عينيها حقيقة لا خيال. أشتي ابني واني ما دخلوا يعني على أي جريمة أي تهمة أي حاجة، إنني مسلم عليه ما أسلك ما أملك حتى لحد روحي. لا قالوا شو قاسسوا بي قاسسوا، يقطعوا راسي أكشن مدرسي فقع اللوحة ومتدلمي. أشتي ابني، أنا ما أقدرش أعيش من غير ابني، أكره عيشتي خلاص كيروح عيشتي، بدي أنني أموت بأي وقت ألقو وانظر نظرة واحدة وأموت هامة. شق عني فداله أنني ألقو وانظر وأنا فداله. يا أتمي أنيتي لا معني لا أب ولا معني حدا غير هذا الصبيضة معي بس، وأنا معي حد أنيتي وأنا معي حدا.
لا أبي شيك زعل معي ولا أخي شيك زعل معي ولا معي حد، كان معي واحد وحده مات. بحث متواصل لوالد رفعة وابن عمه لم يتركوا مكانا إلا وطرقوه، فأصبح ديدنهم اليومي أين رفعة وأين اختفى ولا مجيب. يعني خرج رفعة، خرج من المنزل، هو ساكن في تعز في شارع الروضة، تمام، زيد المشكل شارع الروضة، خرج من المنزل إلى دكانه بالتحرير، خرج ولم يعد لحد الآن، خرج ب 11/1/2012، قال دور بعده أنا، لأنه هم في مع أخوات مع هذا ما فيش حدا يتابع بعده، أنا أتابع بعده أنا لحالي. يعني دور، أنا دورنا بتلاقيت بالسجون، أبو دور بتلاقيت بمستشفيات، ما لقش لحد الآن، يعني دور بتلاقيت بهذا ما فيش فايد، ما حصلوش. رجع يعني سجلكم بالمنظمات، منظمة هود، منظمة مساواة، يعني بالمنظمات، خرجوا من هذا، عملنا له بالبحث الجنائي، يعني عملنا جرائد، صورنا عبر من هذا الفيسبوك، يعني عبر هذا ما فيش فايدة حتى الآن. يعني أبذلنا أجينا هكذا ما بوش فايدة، هو يعني اللي كان شاقي على خواته، يعني أمه في بيت ضغط، في بيت سكر، في بيت يعني خلاص، في بيت ضغط والسكر والكلى، في بيت خلاص ما تقدرش. أنا ناشد يعني ما بعتك بالأمن السياسي والأمن القومي، ما فيش ما بعتك. يعني أشتي أنا أدخل يعني دور واحد بالسجن المركزي، بالسجن الأمن القومي، البحث الجنائي، الأمن السياسي، أشتي أنا مذكرة لا يعني أدور بالسجون. إنقاذ لحياة رفعة وحياة أسرته البسيطة التي تعاني أمام مصيره المجهول. أنا أشتي يعني أدور بالأمن السياسي، بالأمن المركزي، بالسجن بالأمن القومي، يعني إذا هو مخطئ يعني لا فعلوا أي حاجة، يعني هذا إحنا مستعدين ندفع أي حاجة، إذا هو مثلا واحد شلوا، إذا يعني مطالب بأي حاجة حقوق، إن هذا إحنا. يتم أما فقدت ولدها، لم يبق لها إلا ثيابه ورائحته وصورته التي لم تفارق دولابه وقلب أم، وعيونها التي سكنتها الدموع والأوجاع، وهي تناجي رب السماء أن يهلك من أحزنها وأحرق قلبها وأخفى ابنها. فهل ستنتهي حكاية رفعة أم ستكون للجدران قصة أخرى؟ يا ربي.